بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده ان شاء الله هنكون مع فريقنا، فريق كره السله اللي بيخوض منافسات المباريات التاهيليه في بال فور او باسكت بول افريكان ليج او بطوله افريقيا الابطال للانديه في مجموعه النيل التي تقام في صاله الدكتور حسن مصطفى مدينه السادس في اكتوبر، ودي النسخه الرابعه لبطوله افريقيا بهذا الشكل. احنا حامل اللقب، لعبنا في المجموعة حتى الآن ثلاث مباريات. خلينا أوضح لحضراتكم، المجموعة عبارة عن أربع فرق. النادي الأهلي المصري حامل اللقب، سيتي أوريانز من أوغندا أو الأوغندي، عندك كمان فريق أهلي طرابلس أو أهلي بنغازي أنا آسف، والفريق الرابع هو بنجي اللي لعبناه المباراة اللي فاتت. النادي الأهلي حتى الآن بيتصدر. المباراة اللي كانت قبلينا كان الفرقتين التانيين بيلعبوا، كان بنجي مع أهلي بنغازي، و في مفاجأة الحقيقة بنجي كسب أهلي بنغازي، وده بيصب أكيد في مصلحة النادي الأهلي أنه يعني مباراة النهاردة يعني بنسبة كبيرة تضمن التأهل، ومش كده بس، تضمن التأهل بالتصدر إن شاء الله مع حسابات أخرى، ولكن مباراة النهاردة مهمة جدا لازم تفوز بيها. بالمناسبة ده ثالث لقاء لينا مع سيتي أورليانز، لعبناهم مرة في المجموعة أو المباراة الأولى كانت هنا في مصر في البال فور، ولعبناهم السنة اللي فاتت لو حضرتك تفتكروا مباراة تانية، المباراة التالتة النهاردة إن شاء الله. كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي. الحقيقة أنا عايز أوضح حاجة للسادة المشاهدين، نقطة مهمة جدا. كل التصوير لحضراتكم، لأن أنا طبعا جالي تليفونات وجالي أكيد يعني تواصل معايا من خلال صفحتي ومن خلال يعني حتى جماهير النادي الأهلي اللي بشوفها أو جماهير المحبة لكرة السلة عامة، معجبين جدا بالتصوير، معجبين جدا بطريقة نقل المباراة. أنا عايز أقول لكم إنه بنسبة 95% من الشغل اللي أنتم شفتوه المباراة اللي فاتت اللي ذاعت على قناة النادي الأهلي هو بأيادي مصرية. زي ما بقول لكم كده، 95% أيادي مصرية، أجهزة مصرية. الوحدة 23 طبعًا في التلفزيون المصري اللي هو طبعًا يعني حاجة نفتخر بيها كلنا، هي اللي بتنقل المباريات. الكاميرات ال 30 كاميرا أو ال 32 كاميرا اللي في أرض الملعب كاميرات مصرية. العربيه اللي بتنقل بريزوليوشن عالي جدا، 4K، مش اتش دي كمان، ده 4K. نفس الكاميرات ونفس الامكانيات اللي نقلت كاس العالم في قطر الموسم اللي فات او 2022 على ما اتذكر. اللي عايز اقوله لحضراتكم ان الحاجه تسعدنا جدا، والحاجه واللي حقيقه كان لازم نحط عليها الضوء، ان كل اللي احنا بنشوفه المخرج فقط هو من البرتغال، ومهندس صوت ايضا برتغالي يمكن، ولكن كل المصورين بالمهندسين بالإكويبمنت بالعربية بكل حاجة مصرية. فالحقيقة دي حاجة أنا معرفتها قبل الهوا، كان لازم أشاركها مع حضراتكم عشان إحنا فعلا فخورين إن بلدنا تقدر تعمل ده، والنهاردة دي تجربة الحقيقة جيدة جدا. قبل طبعا ما نروح لمباراتنا ونتناولها فنيا وتحليليا، لازم نرحب بكابتن سلعاوي، كابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر. أهلا بيك يا كابتن. أهلا بيك كابتن أيزن، فرصة أيضا. كابتن طاهر منورنا، كابتن طاهر راجب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، اهلا بحضرتك النهارده يا كابتن. ده نور حضرتك، ويسعدنا ان احنا نبقى موجودين معاك في القناه يعني باذن الله. تشرف كبير يا كابتن، حضرتك قامه كبيره ومنورنا في قناه النادي الاهلي. اعزائي المشاهدين، وعشان يعني تعرفوا اكتر عن المجهود اللي بيبذل ونبقى لينا الفخر ان احنا النهارده بننقل المباريات بهذه الجوده وبهذه الطريقه، معانا المهندس محمد طه، مهندس الوحده 23 اللي بتنقل مباريات البال على الهواء مباشره. اهلا بيك يا باشمهندس محمد. اهلا بحضرتك يا فندم. باشمهندس محمد، الحقيقه انا كنت نوهت قبل ما طبعا مداخله حضرتك انه يعني 95% 98 قول 99% من نقل المباريات البال بايادي مصريه باكويبمنت مصريه بكل شيء مصري، ما عدا مخرج فقط ومهندس صوت جايين من البرتغال. كلامي ده صح يا باشمهندس محمد؟ الحمد لله. هو جروب البرتغاليين معاهم مخرج واثنين على جهاز الإعادة، ومعاهم زمايلنا المصريين برضو على أجهزة الإعادة، وفي مهندس صوت فعلا زي ما حضرتك قلت. نعم، بقية طاقم العمل من الوحدة معانا. نعم، التصوير المصورين يا كابتن مصريين؟ مصريين، ومعاهم اثنين مصورين من البرتغال. نعم، بس الأغلبية مصريين. نعم، يعني النهارده. طب ده اللي كان بيحصل السنوات اللي فاتت، ولا دي اول مره تتطبق الموضوع ده يا باشمهندس محمد؟ لا يا فندم، على طول. احنا دي السنه الرابعه. نعم، الحمد لله ماشيين بنفس الطريقه. ممتاز. وعشان ثقتهم في الطاقم المصري فبيجيبوا اللي على القد بالظبط.
نعم. الأغلبية بيبقى مهندسين ومصورين وفنيين مصريين. ونقدر الجودة دي حتى تكون في مباراة كرة القدم يا باشمهندس، يعني دي مش خاصة بالبال بس، يعني دي خاصة كمان بمباراة كرة القدم وأي منافسات نقدر نصورها بال4K بالإمكانيات دي؟ طبعا يا فندم، البطولة الأخيرة اللي بتاعت مصر وكرواتيا، نعم، دي منقولة بالوحدتين ال4K التلفزيون المصري 23 وال24، وأظن كانوا على مستوى عالي جدا من النقل. نعم. فالحمد لله في إمكانيات بشرية وإمكانيات أجهزة تمام الحمد لله، حاجة مفخرة جدا يعني. ربنا يوفقك يا باشمهندس، الحاجة دي حاجة أسعدتنا جدا، ونتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله دايما مصر غنية بأولادها يا باشمهندس محمد. الله يخليك يا فندم. شاكر جدا يخليك. مهندس محمد طه، مهندس الوحدة 23 بالتلفزيون المصري، والوحدة دي اللي منوط إليها نقل مباريات البال. أنا دايما أي حاجة تخص مصر، أي حاجة يعني تحسس قد ايه ان احنا عندنا امكانيات بشريه وعندنا نقدر مصر تقدر تعمل اي حاجه الحقيقه، لازم نحط عليها الضوء، ولازم نشكر القائمين على هذا العمل واللي اخلصوا ان يطلعوه بهذا الشكل، ولازم كلنا نبقى فخورين بما تملكه الدوله المصريه من امكانيات، وده اكيد بيأهلنا وبيعدنا لاحداث اكبر من كده كثيرا باذن الله. ارجع لضيوفي والمباراه، كابتن سلعاوي النهارده مباراه بتهيألي هي اول مباراه، يعني هي اول مباراه طبعا في الدور الثاني من المباريات، ولكن بتهيألي هي اقلهم مستواهم شويه، راي حضرتك ايه؟ انا رايي ان مباراه اليوم مع هي مع اقل فرقه في مجموعه النيل، فرقه خسرت 3 مباريات من ال3 فرق، مننا ومن بنجي ومن اهلي بنغازي، فهي تعتبر اقل فرقه في المجموعه، بس مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، مهمه جدا انك تأدي بكل قوتك عشان المباراه دي ضمان ليك انك تتصدر المجموعه الجامده في دور الثمانيه، يعني اذا هتروح للسيمي فاينل للدور الاربعه على طول. نعم، اشكرك كابتن سلعاوي. كابتن طاهر، عندك ايه عن المباراه تقول؟ خاصه المباراه النهارده، يعني انت النهارده مطالب تكسب كل مبارياتك بصرف النظر عن مين اللي قدامك. الماتش اللي فات مع بنجي احنا شفنا نسب تصويباتنا خاصه في 3 بوينت ما كانتش اعلى حاجه، ولكن الحمد لله عدينا بالمباراه بره الامان. فالنهارده اختبار حقيقي للفريق يا كابتن. طبعا احنا طبعا كره السله هي لغتها الاساسيه الارقام طبعا. نعم. وواضح ان كان الفرق واصل 23 بوينت بيننا وبين السيتي اويلرز، وده المباراه الاولى يدل نعم. المباراه الاولى انا بس يعني اللي عايز اقوله، في نقطه مهمه اتفضل يا كابتن خطرت بذهني، ان كل الفرق اللي مشتركه مثلا في التصفيات دي عندها فرصه محترفين، اعتقد اربع نعم. 2 افارقه او 2 من افريقيا و2 من خارج القاره الافريقيه. نعم. والحمد لله احنا اعتقد متصدرين لغايه دلوقتي وكسبانين كل الماتشات، بس انا بقى ارجع تفوقك على الباقي لنتيجة ان الباقي حاصلين على نفس الفرصه اللي انت حاصل عليها في وجود 4 محترفين، ان اللي بيفرق بيننا وبين الفرق حتى في التصفيات او في بطوله افريقيا اللي احنا حاصلين على اللقب فيها السنه اللي فاتت، اللعيبه المصريين. اللعيبه المصريين عندنا، او اللعيبه اللي ولاد النادي، هم اللي بيتفوقوا على اللعيبه حاملين جنسيه الدول اللي النادي بيمثلها. يعني عندنا احنا كمصريين، عندنا كمصريين مستواهم اعلى من اللعيبه الذين يحملون جنسيه النادي اللي بيمثل البلد دي. اشكرك يا كابتن، وزي ما عودناكم خلينا نروح لصاله الدكتور حسن مصطفى ومرسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، عشان زي ما عودناكم ننقل لكم اجواء المباراه. اتفضلي هنا. يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وزي ما حضرتك قلت من داخل صاله الدكتور حسن مصطفى هنقل لكم كل الاجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراه ورابع جولات تصفيات البال بين النادي الاهلي وفريق سيتي اويلرز. بس الحقيقه قبل ما ابدا الاستعدادات والاجواء، عايزه اقول لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي وكل الاهلاويه وحضراتكم في الاستوديو واكيد مجلس اداره النادي الاهلي، كل سنه وانتم طيبين. 117 سنه من الاهلي
الحقيقه بام الاهلي مصدر فرحتنا وفخرنا، فبالتاكيد كل سنه وحضراتكم طيبين. نروح بقى لاستعدادات النادي الاهلي. الحقيقه انه الفريق مركز بشكل قوي جدا، امبارح كان في راحه من المباريات وقام بقى الفريق بعمل تدريب. التدريب كان الساعه 4:15 ودام حتى الساعه 6:15 كان هنا على صاله دكتور حسن مصطفى. والنهارده الفريق اختتم استعداداته بمحاضره فنيه باستخدام الفيديو عشان يدرسوا طبعا فريق سيتي اويلرز بشكل قوي. يعني دي تاني منافسه طبعا بين النادي الاهلي وسيتي اويلرز في هذه التصفيات. المنافسه الاولى كانت طبعا النادي الاهلي متفوق بشكل كبير في المباراه، انهى المباراه لصالحه بفرق بوينتس كبير، يعني بالتحديد بنتيجه 99-76. ان شاء الله بقى كمان النهارده يقدروا يستحوذوا على مجريات المباراه منذ بدايتها وحتى نهايتها ويقدموا اداء قوي وممتع لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا حتى الان النادي الاهلي ماشي بخطوات ثابته جدا الحقيقه، فاز في جميع المباريات، 4 مباريات بالعلامه الكامله، ثلاث مباريات بالعلامه الكامله. خليني بقى افكر حضراتكم بنتائج النادي الاهلي. في طبعا المباراه الافتتاحيه كان النادي الاهلي وسيتي اويلر زي ما قلت بنتيجه 99-76. ثاني المواجهات كانت بين النادي الاهلي والمصري والاهلي الليبي، وانتهت ايضا لصالح رجال النادي الاهلي بنتيجه 79-85. وبين طبعا الاهلي وبنجي، دي كانت اخر مباراه شفناها، يمكن كانت مباراه برده مليئه بالحماس وانتهت لصالح النادي الاهلي بنتيجه 85-79. ان شاء الله بقى النهارده كمان رجال النادي الاهلي يقدروا يحققوا فوز ويفرحوا جميع الجماهير الاهلاويه. الحقيقه كمان يا كابتن هيثم عايز اقول لحضرتك انه رجال النادي الاهلي بالفعل نزلوا ملعب المباراه لبدايه التسخين، وكمان عايز اقول ان كان في مباراه الحقيقه مشتعله وكان فيها منافسه قويه جدا بين النادي الاهلي الليبي ونادي بنجي قبل مباراه النادي الاهلي، وانتهت بقى لصالح فريق بنجي. الحقيقه زي ما قلت كانت مباراه يعني مشتعله لاخر دقائق او ثواني في المباراه، لكن بنجي بقى قدر يقتنص المباراه ويفوز بنتيجه 96-93. حقيقه كانت مباراه ممتعه جدا. ان شاء الله بقى رجال النادي الاهلي النهارده يفرحونا ويقدروا يفوزوا في رابع الجولات. ده على صعيد الاستعدادات. كمان بقى خليني انقل لكم الاجواء. الحقيقه الاجواء اكثر من رائعه ممتعه جدا داخل صاله الدكتور حسن مصطفى. يمكن كنت ذكرت في المباراه الماضيه اللي كانت اكيد شاشه قناه النادي الاهلي بتغطيها، الاجواء اكثر من رائعه ومميزه جدا، في سهوله في دخول الجماهير، في اجواء الحقيقه حماسيه وممتعه جدا لكل الجماهير. يا ريت تيجوا وتدعموا اكيد رجال النادي الاهلي. طبعا دائما الحقيقه لاعبي النادي الاهلي بياكدوا ان وجود الجماهير بيكون فارق جدا وبيضيف حماس للمباراه، فريد بقى كل اكيد جماهير النادي الاهلي تيجي وتدعم رجال كره السله. يعني دي الاجواء والاستعدادات. كمان بقى قبل ما اختم كلامي اكيد عايزه اهني الحقيقه رجال كره الطايره بعد فوزهم امس بالبطوله الافريقيه. الحقيقه عاملين موسم كبير جدا حتى الان، فازوا في جميع البطولات، طبعا كده بقى تاهلوا كمان لكاس العالم للانديه، فاكيد بنبارك لهم. الحقيقه كل فرق النادي الاهلي مميزه جدا، بتعمل مستويات كبيره جدا في جميع البطولات، فبالتاكيد ببارك لرجال كره الطائره. ان شاء الله كمان رجال كره السله يفرحونا يوم السبت القادم ويتاهلوا لدور النهائي من هذه التصفيات اللي هتكون في رواندا. وكمان بقى سيدات الطايره كمان ان شاء الله يوم 4 مايو يكونوا بيتوجوا بالبطوله الافريقيه. طبعا مع حضرتك يا كابتن هيثم، وحضرتك عايز تسال في اي حاجه او اي استفسار، والان عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نبارك لك النهارده بعد الماتش، ونبارك لبعض كمان التاهل الى نهائيات رواندا بال 4 ان شاء الله عشان نحافظ على اللقب اللي احنا فزنا فيه السنه اللي فاتت. بال 3 هو حامل لقب النادي الاهلي، وخلي بالكوا النادي الاهلي تاهل لبطوله العالم ايضا في كره السله هذا الموسم، وفاز في اول مباريات ولو تفتكروا على الفريق او بطل الجي ليج في امريكا، وكنا الحقيقه رحنا باملنا وطموحاتنا لحته ثانيه خالص، ولكن يعني عملوا في الاول والاخر عملوا بطوله جيده في بطوله العالم رجال كره السله. اتمنى لهم كل التوفيق. كابتن سلاوي نستعرض مع بعض كده بدايه بالجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبين اللي هيخوضوا ان شاء الله النهارده اللقاء، عشان يعني نحط الساده المشاهدين في قائمه سواء جهاز فني او لاعبين اللي بيخوضوا هذه المباريات. اتفضل كابتن سلاوي. فريق النادي الاهلي الجهاز الفني بتاعه الاسباني جوستي بوش مدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياسي مدرب، طارق الغنام مدير الفريق، وليد الخراط اداري، محمد عز مخطط احمال وتاهيل الاصابات، احمد حسن اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، علاء لطفي محلل فني، محمد عيسى اخصائي تدليك ومساج، حامد الكاس مهمات، وكان بيتضاف اليوم الكابتن محمود فهمي كتصوير. اشكرك يا كابتن سلعاوي. خلينا نروح للساده المشاهدين و يعني
قائمه النادي الاهلي النهارده. قائمه النادي الاهلي 13 لعيب عشان اوضح لحضراتكم ونقول لحضراتكم اساميهم، ولكن في لاعب بيكون زياده الا وهو اللاعب اللي بينضم من البال او الام بي اكاديمي. في قائمه الام بي اكاديمي او الام بي اكاديمي بيلزم كل فريق انه ياخد لاعب من الام بي، بيبقوا لعيبه صغيرين. احنا اللعيب اللي معانا هو ابن النادي الاهلي سيف قيدار هنداوي، ده اللي منضم الينا. فاذا القائمه 13 لاعب. كابتن طاهر استاذن حضرتك يعني نذكر او نقول للشهاده المشاهدين قائمه النادي الاهلي اللي بتخوض هذه المنافسه. قائمه النادي الاهلي ايهاب امين رقم 4، مروان سرحان رقم 6، سيف قيدار هنداوي اللي حضرتك ذكرت نبذه عنه ان هو من ناشئين النادي الاهلي اصلا، وعيسى ليونز رقم ده محترف رقم 10، برنس علي برضك من المحترفين رقم 12، عمرو الجندي رقم 13، احمد مهيب 14، كريم حاتم 15، محمد ابو النصر 23، توني ميتشل رقم 24، باتريك جاردنر رقم 28، وكيجو مصطفى المكاوي رقم 34 المشهور بكيجو يعني، وعمر طارق رقم 41. دي اللي اشكرك يا كابتن. ودي قائمه النادي الاهلي. وخليني برضو اقول لحضراتكم يعني مين محترفينا اللي بياخدوا منافسات البال معانا، ومين اللي يعني معاه جنسيه افريقيه ومين اللي معاه جنسيه امريكيه. طبعا زي ما قلنا سيف قدير هنداوي هو لاعبنا المنضم للان بي اكاديمي، وبالمناسبه هو التحق باحد الجامعات في الولايات المتحده الامريكيه في دوري الجامعات الان سي دبل اي. وعندنا عيسى ليونز هو محترفنا، انتوا عارفينه طبعا، هو لعب معانا الدور الاول من دوري او نصف الاول من الموسم، ولكن هو طبعا مش هيكمل معانا الموسم، هيكمل معانا البال بس. هو عيسى ليونز اللاعب الامريكي. عندنا برنس علي هو لاعب يعني معاه جنسيتين، معاه جنسيه افريقيه وايضا معاه جنسيه امريكيه، فطبعا هو دخل بالجنسيه الافريقيه فده كده لاعب افريقي. عندك كمان توني ميتشيل هو لاعب امريكي، يبقى عندنا اثنين امريكان اللي هو عيسى ليونز وتوني ميشيل، واثنين افارقه اللي هو برنس علي، ومعانا باتريك جاردنز اللاعب المصري. باتريك هو لاعب مصري بيلعب في منتخب مصر وكمان هو معاه الجنسيه الامريكيه، فاذا هو محسوب من اللعيبه او من الكوتا بتاعت اللعيبه الافارقه. كده معاك اربع اجانب بالاضافه لسيف هنداوي، مجمل الفريق 13. المجموعه يعني يمكن خلينا اعلق كمان على مهيب النهارده، دي اول مره يشارك في البال على فكره يا كابتن. مهيب السنه اللي فاتت ما شاركش، تم يعني كان مصاب او حاجه زي كده وما شاركش، فالنهارده مهيب الحقيقه اول مره في بيشارك في التصفيات وفي نعم وفي النهايه. هي كابتن هيثم القايمه بتاعه النادي الاهلي لما بتتحط قبلها بشهر او شهر ونص وتبقى وضع نهائي، ففي اللعيب المصاب ساعتها او كده بيتم استبعاده. فعشان كده هم مشاركش. خلينا نكمل تعليقنا ونحلل اكتر فرقتنا ونحلل ادائهم بس بعد الفاصل. سريعا قبل ما نروح للمباراه لازم نظره على الفريق الاخر. خليني سريعا كده اقول لحضراتكم الفريق الاخر اساميهم والمحترفين بصفوفه. يمكن باتريك هو لاعب رقم 00، ده لاعب امريكي، ده المحترف الاول عندهم في فريق سيتي اويلرز. في من المحترفين الاثنين هو رقم 00 باتريك. في فايد ده من يعني اوغندي يعني مواطن، جيمس اوغندي ده رقم فايد رقم 1، جيمس رقم 4، راندي رقم 5، ده اللاعب الاجنبي او الامريكي الثاني رقم 5. اذا الامريكان اللي في الفرقه 00 ورقم 5، دول الاثنين اللي بيستعين بيهم محترفين من خارج القاره الافريقيه. عندهم الاثنين المحترفين الثانيين واحد من غانا واحد من ساوث السودان او جنوب السودان. بس خليني اقول لكم باقي الفرقه. راندي طبعا رقم 5 ده المحترف الامريكي، ديم رقم 6 ده سمول فورورد مركزه وطوله 2 متر 3 ده اوغندي، ايفان رقم 7 شوتينج جارد وطوله 187.9 سم وزنه 82 كيلو جرام وده اوغندي، تومي ده شوتينج جارد لعيب شويت بتاعهم رقم 10 هو اللاعب الشويت اللي عندهم وده اوغندي وطوله 188 سم، في الاوي
اللاعب الاوي ده سمول فورورد رقم 12 طوله 191 سنتي من اوغندا مواطن برضو. وفي تيتاس اللاعب الاوغندي ده رقمه 13 وبيلعب باور فورورد وسنتر، بيلعب مركزين، بيلعب باور فورورد وبيلعب ايضا سنتر، طوله 2 متر 3، ده اطول لعيب الفريق يعني ووزنه 94 كيلو جرام. عندك لاعب اودروش اللاعب الاوغندي ده شوتينج جارد وطوله 193 سنتي ورقم 14. رقم 15 بشير محمد احمد ده لاعب جاي طبعا من غانا، ده لاعب غاني جنسيته غانا وده اللاعب الافريقي الاول، اسمه بشير محمد احمد رقم 15. رقم 24 خمام ده من جنوب السودان وده اللاعب الافريقي الثاني في الفريق وده بيلعب فورورد وطوله 2 متر 18 من جنوب السودان، اللاعب رقم 24 يا كابتن طاهر في فريق سيتي اويلرز، ايوه طوله 2 متر 18 يعني داخل على 2 متر 20 وده سنتر منتخب السودان جنوب السودان. اذا هي فرقه عندها محترفين كويسين، بس اتصور يا كابتن انه يعني القوه بتاعتهم مش في اللعيبه المواطنين بتوعهم او ضعف ضعف شويه. رايك ايه يا كابتن؟ راي اللعيبه المواطنين احنا اللي كابتن طاهر اتكلم فيه وقال ان هناك فرق بين يعني اللعيبه المصريين اللي هم قصدي المواطنين وليس اللي هم المضافين كاجانب بيرجحوا كفه بيرجحوا كفه النادي الاهلي ولذلك نعم. في وقت من الاوقات الماتش اللي فات مستر جوستي لعب بخمسه مصريين مع بعض. نعم طيب خليني اقول ان اللاعب 2 متر و18 في اورليانز اللي هو رقم 24 حضرتك هتشوفوه النهارده هو مواليد 2006. صغير جدا 17 سنه يا جماعه 2006 18 سنه وحاطين قدامه يعني فورمر كلاب بيلعب في البال اليفيت يعني ده هتلاقيه ممكن ام بي اكاديمي على فكره كان في الام بي اكاديمي يعني النهارده ده 2 متر 18 يا كابتن وزنه 109 كيلو جرام لاعب رقم 24 يعني الحقيقه محتاجين النهارده نركز معاه اكتر لان امكانياته الجسمانيه كبيره جدا مواليد 14/9 بس اعتقد ان عمر صارق كابتن هيثم 2 متر 18 ايوه بس هو 2006 ده صغير قوي يا كابتن يعني عمر طارق الصوره معانا هو عمر طارق ده اصغر من كريم حاتم يعني انت عارف كريم حاتم كريم حاتم 2005 الله ينور عليك كريم حاتم طبعا من الفرق 13/1/2005 يا كابتن ما حضرتك كنت بتمرنهم يا كابتن فعارف. طب خلينا نشوف اللعيبه الامريكان مثلا خلينا نشوف اللعيبه اللي عندنا اللي هم المحترفين. مارك ليونز مواليد 89 عندك برنس علي مواليد 96 صغير عندك توني ميتشل اللي بيلعب معانا مواليد 89 عندك باتريك مواليد 99 ما شاء الله صغير باتريك باتريك عنده 25 سنه دي اعمار السنيه عندنا بتوع الامريكان او الامريكان بقى الناحيه الثانيه مواليد 89 طبعا باتريك رقم خير اعتقد اكبرهم اللي هو الامريكي الثاني اللي هو مين عندي توني ميشيل توني ميشيل عندنا توني ميشيل يعني هنجيب عمره السني هو مواليد 89 يا كابتن لا مش اكبرهم 89 لا مش كبير 89 احنا بنتكلم في كام سنه بنتكلم في حوالي 35 سنة يعني مش كبير قوي يعني بالنسبه ل 99 كبير بالنسبه 89 ده 89 بيقول عليه دلوقتي كبير يا كابتن والله العظيم ده بص الايام بتجري 89 دلوقتي كان بيتقال عليه كبير ايام ما كنت العب بقول لك ده كان لا لسه ناشئ صغير مواليد 89 فدلوقتي سبحان الله 90 يعني دخل بالظبط بس هو كابتن خلينا نبص كده على الاطوال يعني عمر طارق مثلا لحضرتك بتقول عمر طارق 2 متر 17 اللاعب الثاني 2 متر 18 اطول سنتي تقريبا نفس الطول نفس الطول ده الخمسات بقى دول اللي هم بس فرق خبره فرق خبره كبير طبعا بس بالنظر كده متوسط الاطوال عندنا اطول يا كابتن طاهر متوسط الاطوال عندنا في النادي الاهلي اطول عندنا مصطفى جيجو وباتريك وعمر طارق مرجحين الكف يعني احنا عندنا كام واحد فوق ال 2 متر؟ عندنا مروان سرحان 2 متر 3 عندنا فوق ال 2 متر كيجو كريم سيف الدين هنداوي 2 متر عندنا باتريك 2 متر 13 مصطفى كيجو 2 متر 8
عمر عرابي او طارق 2 متر 17، خمس لاعبين خمس لاعبين فوق ال 2 متر. خلينا نشوف يا كابتن النهارده المباراه هتمشي ازاي. اكيد طبعا كل الاحترام لسيتي اورياز، اتوقع ان شاء الله انها هتبقى مباراه مش سهله، لازم نركز فيها بشكل كبير. خلينا نروح لصاله الدكتور حسن مصطفى عشان اللي حضراتكم احداث المباراه الاهلي وسيتي اوريانز ومعلقنا كابتن احمد مناع فإلى هنا. شكرا معلقنا كابتن احمد مناع. اذا انتصفت المباراه بتقدم سيتي اويلرز بنتيجه 38-35. الحقيقه النادي الاهلي ما كانش افضل شيء في الكوارتر الاول والثاني، ولكن المباراه ماشيه يعني ايكوال جيم. نتمنى ان شاء الله الفوز. زي ما قلت لحضراتكم رقم 24 في الفريق الاوغندي، الحقيقه حدوته يعني مواليد 2006 و 2 متر 18، دينامو قوي جدا في الفريق، واكيد الاحصائيات هنجيبها لحضراتكم فور الاعلان عنها على طول على يعني عقب الشوط الاول والثاني. برحب بضيف كابتن محمد السلعاوي، اهلا بيك المره الثانيه. كابتن طاهر رجب اهلا وسهلا بحضرتك للمره الثانيه. كابتن طاهر، شايف ازاي الشوط الاول والثاني، خاصه انه يعني نادي الاهلي ما تقدمش غير يمكن بونت واحد في الشوط الثاني، ولكن اغلب فترات الكوارتر الاول والثاني كان ده كما عودنا كابتن اوجستي باستمرار ان هو بيعمل روتيشن يعني في الكوارتر الاولاني والثاني، ويبتدي بقى يركز في الثالث والرابع للخروج بفوز النادي الاهلي. يعني معظم هو غالبيه الماتشات، فانا شايف ان هو يعني عمل روتيشن كتير، وشايف ان فرقه سيتي اويلرز بتكافح رغم ان يعني احنا عندنا عمر طارق كان بيلعب مع اللعيب رقم 24 اللي هو طوله 2 متر 17 ده، قدر يجيبه ورا ظهره كذا مره ويلعب معاه كويس قوي، لان طبعا في فرق خبره، لان ده مواليد 2006 بس يعني امكانياته قويه جدا من حيث ان هو خفيف وبيجري، انما الخبره تمكنت. ممكن تبعتوا لي الاحصائيات يا جماعه برضو يعني عشان نبقى نقراها. طيب خلينا برضو يعني اشكرك يا كابتن طاهر. النهارده عندنا مناسبه كمان مهمه جدا، الا وهو مرور 117 عام على تاسيس النادي الاهلي. والحقيقه بالمناسبه دي قدم النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب تهنئه طبعا اكيد لكل جماهير النادي الاهلي بهذه المناسبه العظيمه. خليني اقراها لحضراتكم. كل سنه والنادي الاهلي اعظم نادي في الكون، كل سنه والنادي الاهلي الرائد والمعلم ودايما رقم واحد، وهيفضل باذن الله رقم واحد 117 عاما مرت على انشاء نادينا صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى. وهنا اتوجه بالتحيه الى رمز الاهلي خالد الذكر عمر بيك لطفي صاحب فكره تاسيس النادي، وكل التحيه لمجالس ادارات الاهلي السابقه التي ساهمت جميعها في رفعه شان النادي وتطويره ووضعه في المكان التي تليق بقيمته وتاريخه. التهنئة واجبة ومستحقة لعائلة الأهلي، الأعضاء والجماهير، الداعم والسند، جمهوره ده حماه. أيضا أتوجه بالتحية إلى منظومة العمل بالنادي، زملائي في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدربين واللاعبين والموظفين والعاملين الذين تقع عليهم المسؤولية في الوقت الحالي، ولابد أن يستمروا في العمل بكل تفان وإخلاص وأن يبذلوا أقصى ما لديهم حتى يبقى الأهلي في المقدمة دائما. كل سنة والنادي الأهلي شامخ بقيمته ومبادئه، كل سنة ومصر بلدنا في خير وأمن وسلام. الكابتن محمود الخطيب. دي كانت تهنئة الكابتن محمود الخطيب في يوم مميز جدا، ألا وهو مرور 117 عام على تأسيس النادي الأهلي. أكيد كل سنة لازم نحتفل بالنادي الأهلي، وزي ما قال الكابتن محمود الخطيب في التهنئة يعني النادي الأهلي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في كل واحد انتمى وكل واحد انبسط، حتى كل واحد النادي الأهلي دخل يعني الفرحة عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى. النادي الأهلي له فضل كثير على كثير من يعني المصريين. كابتن سلعاوي، نرجع لمباراتنا النهاردة. يعني لو عندنا بعض الإحصائيات بلاش، يعني أول ما جينا الإحصائيات بعين حضرتك المجردة، إيهاب أمين يعني حاطط 9 نقاط. شايف النهارده المباراه زي او الشوط الاول؟ لا، انا شايف ان هي المباراه كانت بدات متوتره في اول الجيم من لاعبي النادي الاهلي، زي التفوق واضح من لاعبي اوغندا. شايف ان النهارده كميه التيرن اوفر او الباصات المقطوعه او الباصات اللي خارج الملعب كتير قوي قوي، مش متعودين عليها. في سرعه، في لهوجه جدا من الفرقتين مش من فرقه واحده. لكن
هي مباراة متوقعة لأن أنت برضو، لكن يجب على لاعبي الأهلي في الشوط الثالث والرابع احترام الخصم جيدا، وأن المباراة دي هي الضمان الوحيد ليوصلك دون انتظار النتائج الأخرى من الفرق الثانية. وعايز أقول برضو أن فرقة أوغندا بتعمل دفاع ضاغط من أول الملعب علينا، وإحنا رجعنا لعبنا زون ديفنس بعض الأوقات الشوط الثاني بالذات، الشوط الثاني اللي هو الكوارتر الثاني، لكن إحنا في يعني في مجموع الشوطين إحنا حطينا 38 نقطة وهو حط 35 نقطة، ففي المعدلات الطبيعية بالنسبة للكوارترين، لكن يجب أن نقلل من أخطائنا في التمرير بالذات. نعم. وبعدين برضو حضرتك كنت اتكلمت قبل كده على نسبه الثري بوينت، شطنا كتير برضو الماتش اللي فات، شطنا النهارده برضو، شطنا كتير. عندنا عدم توفيق، كبير في الثري بوينت، وتعتبر الثلاث نقاط دي مفتاح من المفاتيح. النهارده شفنا اللعيب طويل 2 متر 18 سنتي شط واحد خمان. طلع خمان. شط الثري بوينت من اماكن بعيده، لكن لازم يحدث عدم توتر وعدم سرعه في انهاء الهجمات. هل بدا يا جماعه، بس الاحصائيات ظهرت على الصفحه او حاجه يعني، ابعتوا لنا الاحصائيات هتخلينا نقرا كمان. ايوه اشكرك، شكرا جزيلا، خلي الاحصائيات معانا. يمكن هنتكلم عن فريق سيتي اويلرز، عندنا طبعا اهم او افضل لاعب عندهم رقم 24 اللي كنا نوهنا عنه في الاستوديو التحليلي، خمان رقم حتى 11 نقطه، فيلد جول 4 من 9، وده نسبه كبيره هتقرب من 50%، جايب 9 ريباوند، عامل اسيست، وانا ممكن ازيد لكم كمان انه عامل على الاقل 5 بلوك. عندك كمان دين، ده اللاعب الجارد في الفريق، حاطط 8 بونت 8 3 فيلد جول، قليله مش كتيره 8 3 يعني، داخل على 30% يعني طبعا قليله، عامل 1 ريباوند 1 اسيست. عندك باتريك رقم، هو جايبين مش جايبين ارقام، جايبين الاسماء، حاطط 6 بونت فيلد جول 5 من 1، يعني بنتكلم في 20% فيلد جول، نسبهم قليله جدا يا كابتن. نسبهم في الفيلد جول معنى كده ان بياخدوا تيرات كتير، وفي لعب شويه بتهيألي يعني سنه فيه شويه يعني عشوائي، سرعه عشوائي. عندك لا معلش رجعونا اللي فات الثاني يا جماعه، معلش بعد اذن حضراتكم. ايوه عندك كمان راندي، طبعا راندي ده اللاعب الامريكي اللي موجود في صفوف سيتي اويلرز، حاطط 4 بونت 1-6 فيلد جول، النسب قليله كلها، ريباوند 2 يعني، لما يكونوا بالنسب دي وكسبنا لا يبقى احنا عندنا مشكله، ريباوند 2 اسيست 1. طيب نروح للنادي الاهلي، هداف الفريق حتى الان ايهاب امين بكورتين 3 بونت وي كاونت 1 مور، جايب 9 بونت الفيلد جول ليه 3 من 6، يعني 50% فيلد جول، جايب 3 ريباوند، عامل اسيست كام يا كابتن؟ 0 اسيست، ما فيش اسيست، ودي حاجه برده ملحوظه ان افضل 5 لاعبين عندنا كلهم عاملين 1 اسيست، ده يدل ان ما فيش لعب جماعي. عمر طارق عرابي الهداف الثاني 8 نقط 8 نقاط فيلد جول 4 من 6، نسبة عالية لأن عمر طارق لعب برقم 24 خمان، لعب بيه تحت الحلقة أكتر من مرة ولف بظهره ولعب، فالنهاردة الفيلد جول بتاع عمر طارق عالية جدا تقريبا التلتين، يعني بنتكلم في حوالي 66% أو 67%، ريباوند 3 قليل على عمر طارق، عمر طارق المفروض يجيب أقل حاجة زي خمان 9 ريباوند. عمرو الجندي حاطط 5 نقط أو 5 نقاط فيلد جول 2 من 4، يعني هو حاول على الباسكت 4 محاولات جاب 2 ريباوند 2 اسيست 0. باتريك 4 بونت عمل 4 محاولات على الباسكت جاب 2 بنسبه 50% ريباوند 4 معقول يعني على وقت اللعب، وباتريك ده كويس عمل اسيست 0 مفيش اسيستات. محمد ابو النصر حط 3 بونت، لا النسب بتاعتنا كفيلد جول مش بطاله ولكن التهديف قليل جدا. عمر ابو النصر حط 3 بونت ريباوند 2 فيلد جول 1 من 5 اسيست 1. قولوا لي بقى على الاحصائيات الثانيه يا جماعه. تمام، دي احصائيات الفرقه كلها، 38 نقطه لسيتي اويلرز والنادي الاهلي 35، الفيلد جول لسيتي اويلرز 35، انا قلت لكم من قبل ما اشوف من قبل ما نقرا او نشوف دي، الفيلد جول بتاعت سيتي اويلرز يا كباتن اقل كتير جدا، يعني هم في عندهم محاولات وعشوائيه كتير في الهجوم على السله بدون تركيز. النهارده هم حاطين واحنا الفيلد جول بتاعتنا 41، احنا عندنا نسبه احسن من كده. الاسيست هم عاملين 5 اسيست، احنا عاملين 6 اسيست. الريباوند بص احنا جايبين ريباوند زينا زيهم، ولكن بص 3 بونت هما شايتين 10 جايبين 3 10 2، الارقام تقريبا كلها قريبه، بس التفسير اللي انا عايز اعرفه من حضراتكم الارقام قريبه، يعني هل في احصائيات ثانيه يا جماعه تم الاعلان عنها؟ لا. طب كابتن النهارده لما نقول الفيلد جول احنا هم عندهم 35% واحنا 41%، الريباوند زي بعضه، طب المشكله فين؟ ليه يطلعوا كسبنا؟ ليه يمشوا معانا كده؟ يمشوا معانا كده عشان احنا عندنا شويه سرعه وفي انهاء الهجمات، وعندنا يعني عدم التمركز في بعض الالعاب،
زائد ان احنا عندنا برضو مشكله في الريباوند شويه، عندنا نسب 3 بوينت طبعا مش نسبنا، يعني احنا نسبنا المفروض افضل من كده. نعم. طيب كابتن طاهر، ليه من وجهه نظر حضرتك ازاي يطلعوا كسبنا بالرغم ان الارقام كلها قريبه؟ احنا دلوقتي اتفقنا على ان النادي الاهلي ما بيبتديش بكل فول باور، يعني ما بيبتديش باللعيبه اللي المفروض ان هم بيبقوا الى حد ما اساسيين في اول مباراه. وطبعا ده لاغراض استراتيجيه، يعني نعم. استراتيجيتهم ان انت بتوفر فاولات، نعم، بتوفر جهد اللعيبه، وتقدر في الثالث والرابع تحسم الموضوع بانك انت تنزل التشكيلات اللي تحسم المباراه لصالح النادي الاهلي. اشكرك يا كابتن. صحيح، ودي يمكن كانت نقطه مهمه حضرتك اشرت ليها، بس خلينا نوضح بعض الارقام المهمه. الحقيقه ان لعب من نادي سيتي اويلرز لعب 7 لاعبين بس يا كابتن، 5 الاساسيين و2 جم البنش نزلوا في الملعب، يعني لعبوا 7. النادي الاهلي لعب ب10 لاعبين الشوط الاول والثاني، وعمل روتيشن عالي. نعم، النهارده 10 لاعبين وقد ده يكون تفسير برضو كابتن هيثم. هو برضو عنده ماتشين صعبين، ماتش مع اهلي بنغازي وماتش مع بنجي، فلازم هو وزع القوه على الناس عشان فرق بينهم 24 ساعه او 48 ساعه. لا بس هو عنده راحه، يعني اقصد اقول ان هو المشكله هتبقى عنده يوم الجمعه، ان الماتش ثاني يوم السبت. بس خلينا نقول انه في سيتي اويلرز يا كابتن لعبوا ب7 لعيبه بس، احنا لعبنا ب10 من اصل 13 لاعب. طب مين اللي اتحمل عبء المباراه عندنا بشكل كبير او لعبوا اكتر وقت؟ عندنا هيبقى مين لعب 10 دقائق فقط من 20 دقيقه؟ مارك ستيف لوينز او عيسى لعب اولموست 7 دقائق ونص من 20 دقيقه، برنس ادم لعب 10 دقائق اولموست، يعني في توني ميشيل لعب 10 دقائق، عمر طارق 11 دقيقه ونص، كريم حاتم لعب 12 دقيقة. ايه ده لو كابتن، لو مستر اجوستي ظابطها. اه كابتن طاهر والله العظيم لو ظابطها ده كله افريج 10 دقايق، محدش خد اكتر من 10 دقايق. ما هو ده الروتيشن اللي احنا بنتكلم عليه، يعني 10 لعيبة ده لو هو ماسك الساعة للعيبة في الملعب مش هتطلع كده. انا عاوز اقول لحضرتك ملاحظة، يعني مثلا احنا، انا اعتبر ان طبعا كريم حاتم ده لاعب صاعد واعد. لا بس اسف يا كابتن، هم 9 اللي لعبوا عندنا، اتفضل يا كابتن مش 10. مروان سرحان ما لعبش، انا اسف، اللي لعب عندنا هم 5 4 9 حسب الاحصائيات اللي قدام حضرتك وانت ذكرتها. لعب 12 دقيقه ونص وهو لعيب عنده 18 سنه، خد مسؤوليه البوينت جارد والكابلي ميكر للفرقه دي 12 دقيقه ونص من ال 20. نعم. فانت طبعا لما تيجي تحسب الفرق هتلاقي 3 بونت لصالح سيتي اويلرز. ده مؤشر ان فعلا انت بتبتدي، ما بتبتديش الفول باور. نعم، هو دي سيست مستر جوست من زمان. هو الشوط يعني الثالث بالنسبه له هو اهم شوط، الشوط الثالث واخر الرابع. كريم حاتم ادى كورتين لباتريك، انا صراحه برفع له قبعه عليهم. كريم حاتم ولد ولد، انه بيشوف الفاست بريك ويلامح باتريك بقى تحت الحلقه لوحده، اداله كورتين جابهم، ودول الكورتين اللي نسبه باتريك عباره عن 50%. نعم، ان هو الكورتين اللي خدهم من كريم حاتم. نعم، وخليني برضو اوضح لحضرتك، معلش احنا قلنا ان اللاعب في سيتي اويلرز 7، لا هم 8 هم اللي لعب بالظبط، لان هم حاطين اللعيبه بالوقت بتاعهم. اللي لعب 5 الاساسيين ومن البنش 3، والثلاثه اللي لعبوا من البنش اكتر واحد لعب 5 دقايق بس. فاذا دي برضو هم معتمدين على 5 الاساسيين، ومن اهمهم طبعا باتريك، طبعا رقم 00 اللي قلنا عليه، وراندي رقم 5، ودين رقم 6، وخمان اللي هو رقم 24. بس الفرق بين النادي الاهلي والفرقه الاوغندي ان عنصر الخبره. نعم، النادي الاهلي متمرس في هذه البطوله، كسب البطوله السنه اللي فاتت، لديه خبرات، لديه لعيبه لعبت مباريات كتيره على المستوى الدولي والمستوى المحلي. لكن اعتقد، انا شايف ان فريق الاوغندي معظمه لعيبه صغار السن حديث اللعبه جدا. بس يا كابتن خليني برضو اقول لحضرتك من ملاحظاتي ان المدير الفني بتاع فريق الاوغندي هو اسمه كريم نسبه، فانا اشك ان انا اتصور عربي، من شمال افريقيا، ممكن يكون من المغرب. احنا برضو ممكن نعرف جنسيته اكتر، هو
طيب خلينا نروح لارض الملعب لان خلاص الماتش في طريقه للبدايه، ومعلقنا الكابتن احمد مناع عشان نتابع مع بعض احداث الشوط الثالث والرابع. ان شاء الله كل التمنيات للنادي الاهلي في الفوز والتاهل ان شاء الله للمباراه اللي بعد بكره وهو فايز النهارده. الى معلقنا الكابتن احمد مناع. شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز اويلرز 82-81 على النادي الاهلي، ده جيم فور لينا، ولكن ما زال النادي الاهلي متصدر المجموعه. عندنا مباراتين جايين لابد نكسبهم، عندنا بعد بكره ان شاء الله اهلي بنغازي، ثم في الاخر مباراه بنجاي، لازم نفوز في مباراتين عشان نتاهل اول حتى نتجنب ان احنا نلعب في دور الثمانيه في رواندا مع فرقه من الفرق التصنيف الاول. مهم جدا المباراتين القادمين ان شاء الله لو كسبناهم كان شيئا لم يكن. برحب بضيوف للمره الثالثه كابتن محمد سلعاوي منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن عايش. كابتن طاهر رجب منورنا، ويعني المره الثالثه ان شاء الله هارد لك كابتن سلعاوي. النهارده الثالث والرابع نفس اداء الاول والثاني كوبي بيست يعني برضو هم راكبين واحنا بنحصلهم، بعد كده ركبنا شويه فرق 8 9 بونت و10 بونت. ايه اللي حصل؟ هارد لك طبعا النادي الاهلي، ومبروك لفريق الاوغندي. فريق الاوغندي فريق كعمر سن صغير بيجري اسرع اقوى، بيلم بيعمل ترايب مره واثنين وثلاثه. لكن انا اتكلم عن النادي، احنا لن نقصوا على اللعيبه، لكن عايز اقوله ان احنا ما زلنا الاول. نعم. لكن اعتقد النهارده ما كانش فيه احترام كامل او فرض اسلوب لعب كما عودنا النادي الاهلي على الفرق المنافسه. المفروض ده اسهل مباراه، احنا فزنا عليهم في الروت الاول او الراوند الاول، انا اسف، فزنا حوالي 23 نقطه فرق. نعم. وعايز اقول كمان ان اعتقد يعني ان مكسب المباراه الاولانيه زائد مفاجاه المباراه اللي كانت قبل، لكن اعتقد المفاجاتين دول صعبوا المجموعه شويه. نعم. واصبحت ال بس الاهلي بنغازي خسر النهارده. احنا ما رضيناش بالهديه يعني. أيوة. زي ما بيقولوا ايه، جات لك هديه بس انت قلت لا والله انا ايه لا هاخر يعني الهديه بتاعتي دي هخليها بعد الماتشين الجايين. بس النهارده النادي الاهلي ان شاء الله يعني قادر الماتشين الجايين ويكسب، قادر ان شاء الله نكسب ونبقى اول مجموعه وكل حاجه. لكن اللي انا عايز اقوله ان المباراه دي تعتبر درس شويه، او قد تفوق يعني في مثل بيقول ان الخساره الغير مؤثره مكسب للفريق. نعم يا كابتن انا اتفق معك. ف ان شاء الله المباراه دي تكون في طي النسيان. يلمم الكابتن جوستي بوش طبعا، حط ايده على مفاتيح القوه ومفاتيح المكسب والخساره. وعايز اقول كمان ان في اكتر من لاعب النهارده، كان باتريك ظهر بمستوى جيد جدا، باتريك اللي عمل الفرق في عمل الفرق في وقت صراحة. من الاوقات وهاب امين نجح انه وهاب امين نجح في بعض الاوقات. لكن الفرقه بصفه عامه النهارده لم تؤدي ما هو مطلوب كما عودتنا. طيب رقم 24 خماس ده يا جماعه خليكم فاكرين ده لاعب ام بي اي. انا اقول لكم ان الولد ده 16 سنه 17 سنه هيروح الام بي اي، وهو حتى دخل جامعه وهجيب لكم الاخبار بتاعته، ولكن هو في طريقه للاحتراف في الام بي اي. وده الكلام اللي احنا قلناه من اول الماتش خالص، من قبل ما اشوفه من شفت ارقامه. اللعيب جامد جدا كابتن طاهر، شايف النهارده الفتره الثالثه والرابعه خاصه ان احنا النهارده تحس ان الجيم مقفول كده، ما احناش عارفين نكسب باريحيه. انا يعني اعتقد ان اللعيبه المحترفين اللي هم منضمين لفرقتنا في التصفيات الافريقيه دي ما كانوش يعني على مستوى المسؤوليه خاصه في الماتش ده. نعم. وبعدين زي ما قلنا ان هو بينزل بالفول باور بتاعه في الاخر، وفعلا انا شايف ان هو بينزل بعمر طارق وايهاب امين وعمر الجندي وعيسى يعني خانهم التوفيق في هذا. الشكل يعني دي سنه الرياضه ان يوم تكسب عادي بس ان شاء الله يوم تخسر. هو كابتن سلعاوي قال حاجه، كابتن سلعاوي قال حاجه، قال المباراه يعني اللي ما تبقاش مؤثره معاك فرصه ان انت يعني صحيح. يعني كلمه هو حلوة. هو انت يعني هو بيقول لك خبرات سوري الفشل، مش عاوز اقول فشل، خبرات الخساره بتبقى اقوى ومؤثره. نعم. وبتتدارك الاخطاء لما تتغلب بحيث ان انت تتلافاها في الماتشات الجايه. يا ريت برضو الزملاء يعني معانا في التحرير، يا ريت الاحصائيات برضو هنقرا اكتر ونعرف اكتر ايه اللي حصل. يعني الارقام لا تكذب ابدا،
فهنقدر نعرف من الاحصائيات اللي بتنزل يعني اداء الفريق كان ايه. بس انا اتصور يا كابتن طاهر ان احنا ادائنا ارقامنا هتلاقيها متقاربه لانه زي ما كان في الاول والثاني متقاربه، هتلاقي باستثناء باتريك، باتريك يمكن كان اكتر يعني من وجهه نظري من اكتر اللعيبه اللي كان اكتر تاثيرا في الملعب. اه النهارده في برضه اكتر من لاعب باتريك، احنا كسبنا كمان. انا في اعتقادي نعم. يعني كسبنا كريم حاتم، يعني كريم حاتم طبعا مشي بالكوارتر الاولاني والثاني يكاد يكون بالنسبه لخبراته جيد جدا اكتر من ممتاز. يعني حتى عيسى لما نزل بداله ما قداش يعني زي ما كريم حاتم، لان كريم حاتم بقى مشغل كل الفرقه زمايله يعني فيدر في الباصات وبيطلع فاست بريك وسريع في حاجات يعني. هو شاط واحده 3 بونت يعني ما شاطش كتير. نعم. شاط واحده جابها اعتقد ان هو دي الشوطه الوحيده اللي شاطها، بس عموما كان كل لعبه اكثره ايجابي. بس وشغل باتريك في الاول صحيح. شغل باتريك اداله كورتين من تحت الحلقه في منتهى السلاسه يعني يعني وصله للباسكت بكل سلاسه، رغم ان باتريك بردك كان مؤثر جدا. نعم. مؤثر جدا يعني، والظاهره هتبقى لمستقبل حمان منتخب مصر 25 سنه لسه جدا. باتريك. طب كابتن العوي يظل إيهاب أمين يعني نجم، يظل إيهاب أمين مؤثر جدا، يظل إيهاب أمين يستطيع أنه يعمل الفرق. يعني 3 بونت اتحطت في آخر دقيقة كانت مؤثرة جدا وكانت مهمة جدا وكانت ممكن كثيرة ورجعتنا للجيم وودتنا المكسب. نعم. النهاردة يعني ليه النهاردة ما قدرناش نخلص بالرغم من توفيق إيهاب أمين كده؟ ما هو برضو خلي بالك إن النهاردة برضو من الماتشات اللي عمرو الجندي قليل فيها ودي حاجه غير معتاده. عمرو الجندي بس ما خدش كتير يا كابتن. يعني عمرو الجندي احنا لو اتكلمنا عن الشوط الاول ما خدش كتير عمرو الجندي. انا فاهم ما خدش كتير، بس هو كان الورقه الرابحه اللي بتكسب ينزل يخلص. ايوه في الاوقات الحرجه او في الاوقات اللي هي بتحتاج فيها باسكت كان بيعرف عمرو الجندي اللاعب الوحيد اللي بيعرف يجيب باسكت. نعم. يعني اقول لحضرتك مثلا عمرو الجندي نقول مثلا في الشوط الاول او في النصف الاول 10 دقائق يا كابتن. لا اقل. انا مش، بس هو ارقامه مش موجوده هنا. اقل كتير. برنس توني عمر طارق هشام محمد محمود ما جابش هنا ارقام مروان. ارقام عمرو الجندي الحقيقه مش باينه في الاحصائيات، غريبه. بس لما تيجي في التوتال، هتيجي في التوتال وهنعرف. يعني لما جينا احصائيات التوتال كلها في الماتش كله هنعرف. بس انا بالعين المجرده كده لا، عمرو الجندي ما خدش كتير. انا كنت مستنيه استنى في الملعب اكتر من كده. شو كمان بقول لك، وكمان هو عمرو الجندي طبعا يعتبر مفتاح من مفاتيح المكسب للنادي الاهلي. بس عمرو كان هيلعب مكان مين يا كابتن؟ ما النهارده عندك باتريك موفق جدا، وعندك النهارده باتريك 4 مش بوزيشن. ما هو عمرو الجندي بينزل 4. عمرو الجندي بينزل ايه؟ ما عمرو الجندي بينزل 4. لا بس هو منزله المره دي اعتقد. لا يا كابتن، لا في الاخر نزله 4. أيوة مع باتريك. نزل 4. لا خلينا نتكلم، يعني هو هينزل على باتريك. النهارده كان حالته رايق جدا، وباتريك لعبه لعب اوروبي كده الصراحه. يعني انا يعني عاجبني طريقه لعب باتريك، مش من اللعيبه. هو بيلعب في الجي ليج خلي بالك يا كابتن. وعمر طارق كان هايل جدا، بس عمر طارق في الاول والثاني كان افضل كثيرا من الثالث والرابع. بس هو ما نزلوش في الاخر، كان هو برضك حل من الحلول برضه. نعم. فرقة اوغندا النهارده من الفرق اللي هي سريعة. عمر طارق في اللعبه دي طلب التغيير على فكره. عمر طارق في اللعبه دي لانه ما نزلوش في الاخر. لا اللعبه اللي فاتت دي على طول ينزل. اللعبه اللي فاتت دي على طول بص لمستر اجوستي طلب التغيير، احنا شفناها. لان في بعض الفترات كان بينزل باتريك 4 مع عمر طارق عشان خاطر اللعيب رقم 24 بتاع عمرو الجندي. زي ما انا قلت لك لعب 19 دقيقه. عمرو الجندي لعب 19 دقيقه حاطط 5 بونت. لا واخد كتير يا كابتن، ما حسيناش بوجوده. يعني 20 دقيقه من الماتش لعب نص الجيم تقريبا. يعني ما خدش كتير برضه، يعني مش قصدي خد وقت كتير، بس 5 بونت قليل. لا يعني 20 دقيقه. هو لعب قد ايه في الاولاني والثاني؟ ما لعبش توتال. لا توتال 20 دقيقه من الجيم بقى. انت احنا مالناش دعوه لعب بقى في الاول. هو في حاجه في عمر طارق والا كان نزله في الاخر، لانه كان هيبقى حل من الحلول ان انت تجيب. طيب خلينا نتكلم على الاحصائيات يا كابتن. عندك النهارده يعني نقول اللعيبه او الاحصائيات اللي جات لنا
هنتكلم على فرقه فرقه، بس دي مش الاحصائيات كامله، دي دي خمس لاعبين فقط، بس دي احصائيات الخمس لاعبين اللي لعبوا في الفرقتين. طيب خلينا نستنى الاحصائيات كلها لما تيجي يا كابتن، خلينا الاحصائيات كلها لما تيجي افضل، لانه انا عايز احصائيات الفرقه كلها، دي احصائيات خمس ست لعيبه فقط، مش هتبقى واضحه قوي ومش هتقدر تدينا التوتال بتاع الفرقه. ولكن النهارده يبقى برضو يعني التلاته بونت لغز عندنا يا كابتن طاهر، يعني احنا نسبنا في تلاته بونت اعلى. لا نسبتهم كمان هم كان في الشوتنج اعلى بكثير من، وخاصه في الكوارتر الرابع. نعم. الكوارتر الثالث في كور صعب جدا كانت تيجي، او كانت نسبتهم عاليه فيه. يعني التلاته بونت احنا مفيش حد غير ايهاب امين وواحد كريم حاتم، عيسى ما شاطش، عمرو الجدي ما شاطش، فاحنا كنا مقلين في الثلاثه بونت. نعم. الاحصائيات وصلت لنا هي يا كابتن، خلينا نشوف الاحصائيات عشان نقدر. وعمر يعني طارق برضو 18 نقطه، 13 نقطه وفعاليه 14. طيب خلينا بقى نتكلم عن الاحصائيات الفرقتين، نبتدي بالنادي الاهلي. ماشي يا كابتن، نبتدي بالنادي الاهلي. ده كده تمام، ده النادي الاهلي كده، ده الفاينل. تمام ماشي. طيب هناخد كده بس برضو الاحصائيات دي مش كامله للاسف. طيب خلينا نتكلم عن يعني اكتر اللعيبه لعبت، اكتر لعيب لعب عندنا يا كابتن في النادي، في النادي الاهلي ده كده سيتي اوريانز. تمام. سيتي اوريانز خش على النادي الاهلي. لا يا جماعه برضو الاحصائيات دي مش كامله، لا مش كامله الاحصائيات، مش كامله الاحصائيات. طيب خلينا ناخدها من على الشاشه، خلينا ناخدها من على الشاشه، خلينا ناخدها من على الشاشه. طيب هنا النتيجه خلصت 81-82، يعني نقول عندنا الفيلد جول 41، احنا الفيلد جول عندنا اعلى، احنا نسبنا على التصويب على الحلقه كتلاته بونت وكميديم احنا اعلى، احنا 46% هم 41%. الاسيست احنا 19 اسيست، احنا في التالت والرابع لعبنا لعب جماعي اكتر من الاول والتاني. الاول والتاني احنا كنا جايبين انا فاكر 6 اسيست بس، تخيل يا كابتن سرعاوي. يعني احنا الاسيست اللي هي تالت رقم، احنا التوتال الجيم جايبين 19 في الوقت اللي احنا كنا الاول والتاني جايبين 6. جايبين 6 يعني النهارده، يعني لا احنا النهارده التالت والرابع كان في لعب جماعي اكتر بكتير. الستيل هم عاملين ستيل اكتر 9، معنى ان هم عملوا ستيل اكتر 9، يعني احنا عملنا تيرن اوفر يا كابتن سرعاوي، عملنا 9 تيرن اوفر، عملنا تيرن اوفر كتير قوي، وهم واحنا عاملين 7 ستيل، يعني هم عملوا 7 تيرن اوفر. تيرن اوفر احنا قاطعين الكور، يعني لما في تيرن اوفر تاني ووكت، في تيرن اوفر في الاوت، بس النهارده بس احنا عاملين 9 تيرن اوفر في ايديهم يا كابتن، يعني النهارده عاملين 9 تيرن اوفر في ايديهم، وده كتير قوي. يعني بيتهيألي ده الرقم يا كابتن اللي خسرنا من وجهه نظري ولا يا كابتن طاهر؟ رقم الستيل ان هم نحط 7 ستيل في ايدهم، يعني دي اكتر حاجه ممكن تكون اثرت معانا في الوقت ان هم حطوا 7، احنا مش دي رقمنا، خلي بالكم ده مش توتال التيرن اوفر، لسه في ووك، لسه في ممكن التشارج بتحسب تيرن اوفر. طيب نخش على الثري بوينت. بص يا كابتن النسبه 29-6، ما هي دي النسبه 29-6. سيبوا لنا يا جماعه الارقام دي، احنا جايبين 6 من 29، يعني 20% يا جماعه وحش قوي. تلاته بونت عندنا، وده تاني جيم على التوالي، نوهنا عليها في بدايه الاستوديو الماتش اللي فات. فكده النهارده التلاته بونت لازم فيها موقف، بالرغم ان انت عندك شويطه، انت عندك هاب امين، عندك عيسى، عندك باتريك. انا مستغرب مهيب ما نزلش ليه، مهيب النهارده برده ما لعبش. طيب نخش في التلاته بونت عندهم، شايطين 21، هم شايطين اقل منا، جايبين 7، نسبتهم التلت بالظبط، يعني 33 في هي دي النسبه المطلوبه في السيريز، معقوله هي دي النسبه الصح؟ ده اكثر يعني اقصى نسبه في التلاته بونت بتبقى 40، ده احسن لعيب في العالم. هم 33%، يبقى هم تفوقوا علينا في 3 بونت واحنا خسرنا تيرن اوفر. لو في احصائيات ثانيه يا جماعه للفرقه كلها برضو هتهنى النهارده. يعني طب التيرن اوفر ده ترجعه لي يا كابتن؟
هل هم ضاغطين علينا بشكل جامد؟ هو لعب ده انا قلت لك من بدايه بين الشوطين ان هو بيعمل يستخدم الاسلوب الضاغط من اول الملعب ونجح كابتن هيثم معانا فاستمر فيه المدرب زائد ان ما شاء الله صحه كويسه بيجروا الفرقه دي احنا كان لازم نلعب معاها زي ما كان بيقولوا لنا زمان اساتذتنا احصائيات ثانيه يا كابتن فرقه بالسرعه متلهوجي احنا نلعب بالسرعه والتسرع احنا النهارده كنا متسرعين كان لازم نلعب شويه بهدوء. طب متخيل يا كابتن رقم 24 كمان او خمان هو المفروض هو ده جاب كام بونت 27 نقطه 27 بونت فيلد جول 10 من 17 يا نهار ابيض 16 ريباوند يا نهار ابيض يا جماعه 16 ريباوند وعنده 16 سنه 16 ريباوند عشان في بدايه تحجيز مفيش مواليد 2006 يا جماعه تحجيز مفيش طيب 18 عندك عندهم راندي ده تقريبا رقم 5 يا كابتن راندي ده تقريبا رقم 5 اللي احنا حذرنا منه من الاول ان هو اللاعب ده اهم واحد عندهم راندي رقم 5 بالظبط راندي ده رقم 5 اللي هو بشعره حتى 20 نقطه دين رقم 6 كل دول من الاحصائيات في الاول باين ان هم افضل لعيبه عملوا ستيل كتير وقطعوا كور كتير 14 بونت عندك باتريك اللي هو رقم كام باتريك الامريكي بتاعهم دبل زيرو حاطط كام باتريك حاطط 8 بونت عندك احمد رقم كام احمد عندهم اللي هو الغاني حاطط اللي هو رقم 15 حاطط 8 بونت النهارده دول ده السكور النهارده بص بقى الريباوندات عندهم قد ايه يا كابتن يعني كمان جايب 16 ريباوند راندي 6 لا هو كمان اللي جايب كل الريباوند طيب خلينا نروح للفرقه الثانيه انا اقول احصائيات بس طب اتفضل يا كابتن راندي اللي حضرتك بتتكلم عليه يا كابتن هيثم كان بيلعب في سموحه لو تفتكر راندي ده لعب سموحه ايوه السنه اللي فاتت فاكره صح طبعا افتكرته صح يا كابتن ملاحظه سليمه سيبوا لنا بس الاحصائيات يا جماعه نخش على احصائياتنا بص يا كابتن بقى باتريك جايب 19 بونت لا 19 بونت حطيتهم في ايه في التالت والرابع يعني باتريك ما لعبش في الاول والثاني لا في الاول والثاني لعب وجاب جاب 4 بونت في الاول والثاني لا جاب 4 بونت في الاول والثاني جاب 15 بونت في التالت والرابع باتريك اللي حطينا في المقدمه ب 10 بونت طب هنخش بعد كده على ايهاب امين 15 نقطه اغلبهم في الشوط الاول كان جايب تقريبا 11 كان جايب 11 يا جماعه تقريبا في الشوط الاول صح تقريبا هو عمل 9 محاولات كان جاب 9 جاب 9 ايهاب امين في الشوط الاول والثاني وجاب 6 في الشوط الثالث والرابع بس الفيلد جول بتاعت ايهاب امين قليل قوي 14 5 فيلد جول قليل جدا يعني عمل 14 محاوله على الباسكت جاب 5 بس لكن ريباوند عالي ريباوند 8 ريباوند من جارد عالي وعلى فكره باتريك جايب 8 بونت 8 ريباوند كتير يعني باتريك النهارده لما يجيب 8 في الكوارتر الاولاني والثاني عمل 4 محاولات جاب منهم 2 نعم يعني النهارده باتريك لما يجيب 8 بونت في العدد في الوقت اللي هو لعبه لا احنا بنتكلم النهارده ان ده كويس طب نخش 19. بعد كده على عمر طارق بص يا كابتن هي دي بقى النقطه 13 عمر طارق 13 نقطه 4 ريباوند بس نفس الطول في الفرقه الثانيه جاب 16 ريباوند فهو عمر طارق النهارده يمكن التالت والرابع ما لعبش كتير غالبا عندنا توني جاب كام ميشيل جاب 11 بونت و7 ريباوند فيلد جول 7 من 4 ارقامه كويسه توني عندك مصطفى كيجو صح يا كابتن مصطفى بونت. كيجو 6 بونت فيلد جول 4 من 3 ريباوند 2 اسيست 0 اشكركم يا جماعه دي الارقام يعني اقصد اقول يا كابتن يبقى طب انت تحليلك ايه الارقام دي يا كابتن سلعوه تحليلك ليه الارقام انت كده يعني شفت الارقام تقول ايه خلاص وضحت يا كابتن ريباوند نعم الريباوند نمره واحد تاني حاجه الثري بوينت نعم دول الاسبابين الرئيسيين في خساره النادي الاهلي انت شايف كده يا كابتن طاهر انا شايف ان في تيرن اوفر كتير ومفيش تركيز في الشوتينج خالص يعني نسبه الشوتينج بتاعهم كان اعلى بكتير وخاصه في الثري بوينت وفي اوقات معينه يعني انت كمان اللعيب رقم 24 ده بتاعهم تقريبا لما نجيب 16 ريباوند ده الوقت اللي لعبه 100% لعب 40 دقيقه قلت لك 5 فاول في اخر دقيقه دقيقتين دقيقه نعم تحس ان هو مش ممكن يكون ده لعيب 18 سنه ده لعيب 18 سنه بالخبره دي يقعد ال 39 دقيقه 39 دقيقه او 40 دقيقه اللي هو رقم 24 كمان يعني يقعد الفترة دي كلها ما يقدر يحافظ على فاولاته
لا لا حته لعيب جامد جدا حته لعيب جامد جدا يعني هو ده اللي يعني كان مؤثر جدا. امكانياته الجسمانيه هو بيلعب فورورد طوله 2 متر 18 و4 من 10 داخل في 2 متر 19 وزنه 109 كيلو جرام يعني كتله كتله بيزق. وعندك هو مولود 14/9/2006 من جنوب السودان كاتبين قدامه ملاحظه بال إليفيت بيتهيألي بيتقال انا اشك يعني او اظن ان البال او الام بي اي اكاديمي هو ده ابن من ابنائهم يعني هم اختاروه عشان يروح جامعه. وعندي على فكره عندي معلومات عنه خليني اقول لك معلومات يا كباتن عن كمان النهارده جات لي واحنا على الهوا. بص يا كابتن كمان بطل الدوري الاوغندي كل سنه 9 مرات خطوه جريئه. ده بالنسبه للمدرب احنا هنتكلم كمان على فكره مدرب مغربي مدرب كريم كريم مغربي. وكمان في تفاصيل اكتر هقولها لكم عن اللاعب اسمه عملاق كمان يعني هو من اللعيبه. بص يا كابتن هو بيلعب في جامعه ديوك راح جامعه ديوك جامعه من الجامعات الكبيره يا كابتن طاهر طبعا وتعاقد فئه اولى طبعا تمام وهيطلع من مصر بالبطوله دي على جامعته على طول يعني هو مسافر بعد البطوله بتاعت مصر على جامعه ديوك واللاعب هيدخل درافت كمان سنتين في الام بي اي يعني هم من دلوقتي بيجهزوا محضرينه للدرافت الام بي اي وبالتالي هيلعب في ديوك سنتين ديوك دي كان بطل جامعات في لا ودايما في الفاينل هتلاقيه في السيمي فاينل دايما في الان سي دبل اي و يعني لاعب قصه ولاعب قصه حكايه يعني الولد ده عامل طفره كبيره جدا. طب المدرب المغربي بقى اللي مع كابتن كريم اللي مع فريق سيتي اوريانز خليني اقول لكم عنه معلومات ويعني في تصريح قال له سيتي اوريانز قال له ان اتخذ بطل الدوري الاوغندي كنت سنه 9 مرات سيتي اوريانز اويلرز بطل الدوري الاوغندي 9 مرات وخد خطوه جريئه بتعيين كريم نسيبه مدربا جديدا له قبل ما يزيد قليلا عن اسبوعين يعني ده من اسبوعين بس يا كابتن متعين المدرب المغربي ده من من من, من اسبوعين والنسيبه ده كان لاعب المنتخب المغربي السابق وصاحب خبره احترافيه ببلجيكا والمغرب مع جمعيه سله كان بيلعب جمعيه سله يتولى المنصب الذي كان يشغله سابقا اندرو تندو المدير الفني اللي قبل ده كان اسمه اندرو تندو الذي تم تعيينه في البدايه خلفا لماندي جروني في ديسمبر 2023 في حين ان البعض قد يجد هذا القرار مفاجئا الا ان المطلعين على بواطن امور يشيرون ان المكتب الامامي لفريق سيتي اوريرز على فكره الفريق ده يعني واقرب ما يكون لفرق الام بي يعني بيتفكروا بهذا الفكر هم عندهم فلوس كمان وعندهم ميزانيه كبيره سعى بشكل استراتيجي للحصول على خبره كريم على مستوى الدوري الامريكي للمحترفين دوري كره السله الافريقي لقياده الفريق للامام خلال حمله الموسم او مباراه يعني نايل كونفرنس وكان اللاعب المغربي قد خدم سابقا في الجهاز الفني لفريق تورونتو رابتورز على فكره هو لاعب كان موجود في الجهاز الفني بتاع تورونتو رابتورز في الام بي اي خلال الدوري الصيفي 2023 كما تولى قياده الام بي اكاديمي انا قلت لك هو كان متولي الام بي اكاديمي افريقيا خلال تصفيات الطريق الى بال لعام 2023 حيث قاد الفريق الى الرقم القياسي 2-1 مع انتصارات رائعه ضد هيئه ميناء كينيا واورونا يعني كابتن كريم اللي هو المدير الفني لسيتي اويلرز لا ليه تاريخ وهم بيبنوا فرقه اتصور يا كابتن طاهر ان الفرقه دي بعد سنه او اتنين هيبقى لها شان اخر البطوله الجايه هيبقى لها شان يعني ما طبعا انت عارف الفرقه الافريقيه زي ما بيقولوا الايام دول يعني كانت زمان السنغال دي بطلت افريقيا على طول وكان وسط افريقيا وكانت تملي الفاينالات دلوقتي جنوب السودان دلوقتي جنوب السودان بقت عامله طفره غير عاديه لانها عندها اطوال مش موجوده في العالم بس خلي بالك يا كابتن مش الاطوال بس يعني هو رئيس الاتحاد عندهم لعيب ام بي ورجع ولما كان مستر امادو معايا في الحلقه يعني زعناها امبارح مستر امادو قال لك دي تجربه جديره بنستفادوا من خبرات الام بي عندهم 3-4 لعيبه راحوا درافات وجي ليج وبتاع وهو كان عضو كان لاعب في الام بي اي ورجع طبق التجربه دي وبدا يعمم وبيعمل قاعده كبيره جدا في جنوب السودان فالحقيقه التجربه جنوب السودان جديره دخول البال والام بي اي في افريقيا هيبتدي يرفع دول ثانيه كتير لانه هياخد منهم الخامات دي ويدخلها في جامعات وحتى بياخدوا الناس في الهاي سكول
طبعا بيبقى بيعمل طفره في اللعيبه دي ويرجعوا يلعبوا باسم منتخباتهم. نعم. او يلعبوا مع انديتهم في البطولات زي البال دي. يعني واحد زي سيف، واحد زي كل الناس دي بتتاخد وبتتاسس وبترجع افضل من الاول طبعا بلا شك. وبيخش مين بقى اللي ما لعبش النهارده عندنا؟ الاحتراف. مين اللي ما لعبش النهارده عندنا؟ مهيب وسرحان وسرحان وسيف و... بس هما دول. سيف لا سيف مش موجود عشان معلش برضو. لا ما هو ممكن لا لا يلعب. لازم يلعب. لا لا مش لازم. لا يعني موجود لازم موجود. ممكن ننزله. انت عندك ثلاث لعيبه ما لعبوش من القايمه. سيف هنداوي هو 13. احنا بنتكلم 13. عندك سيف هنداوي، عندك مهيب ما لعبش. انت بتتكلم على سيف هنداوي. سيف هنداوي ما لعبش. لا سيف هنداوي ما لعبش يا كابتن سلعاوي. عندك مهيب وعندك مهيب مروان سرحان. هو مهيب برضه كان كذا علامه استفهام يعني مهيب بقى عامل ماتش كويس. نسبته عاليه ماتش امبارح كان عامله كويس الماتش اللي فات. وهو بيعتمد عليه في ده يدل يا كابتن هيثم ان السرعه رجعت تاني لافريقيا والقوه زي زمان. كانت سرعه وقوه. نعم. مع التطور يعني مع التطوير اللي حادث بقت السرعه والقوه رجعت تاني في افريقيا. لا انا اتصور ان سيتي يعني سيتي اويلرز النسخه اللي جايه من البال هتبقى له شأن تاني. ما انا لسه بس النهارده كانت مفاجاه برضو وكان لمصلحتنا ان بنجي كسب او كسب ليبيا. فالنهارده الخساره دي ما تاثرش فيك قوي لان اللي بينافسك والمركز الثاني برضو خسر. بس بنجي هنا خد خطوه لفوق. بنجي خسر ماتشين. انت خسران ماتش الاهلي بنغازي خسران ماتشين. وفريق رواندا 3 فريق رواندا 3. فانت النهارده لازم تكسب ماتشين الجايين عشان تحافظ على الفرق ما بينك وبين احدى الفرق. هو التصفيات بتاعت السنه اللي فاتت قبل ما النهائيات اتغلبنا من انجولا. انجولا لا بونت كان في اخر ثانيه برضه بس كان اخر ماتش. بس اخر ماتش وكان بونت مشكوك فيه. وانجولا طبعا يعني كان الرابع من خمسه. لا كان الرابع من خمسه صح. الرابع من خمسه كان فرقه قويه انجولا طبعا. بترو الانجولي فرقه جامده جدا. بس المهم الحمد لله انها طلعت هناك ما بتناش في الفاينل. المهم الحسم الاخيري في الفاينلز كان وفقنا ربنا الحمد يعني لله. ممكن يكون رب ضار. بس اقول لك على حاجه من حاجات الماتشات النهارده ممكن يبقى ليها تبعات ان انت هتجرأ عليك الفرقتين التانيين. صح ولا يا كابتن؟ ماتشات الماتشين الجايين هيبقوا اخطر. واخد بالك لان هيقول لك خلاص ده سيتي اويلرز كسبتهم وسيتي اويلرز كانت خسرت الثلاث ماتشات الاولانيين. فالنهارده هو ده هو ده المتوقع. ده هو المتوقع هينزل النهارده هينزل الاهلي بنغازي يقول لك في حين ان سيتي اويلرز ايه؟ ان هم يعني كل فرقه ليها طموح يا كابتن طاهر. كل فرقه ليها هيبقى ليها طموح. ما طموح شرعي لان في فرصه دلوقتي. كل فرقه ليها فرصه. لكن انا في اعتقادي الشخصي النادي الاهلي المباراتين الجايين هيفرض اسلوب لعبه ونظامه من اول الجيم. النهارده السرعه ربكتنا. هي دي بقى كلامك والله العظيم. انا كنت لسه هسالك النهارده انا حاسس ان هم اسرع منا. ايه السبب؟ ما بقول لك السرعه ربكتنا. احنا ما احترمناش ان هم ممكن يعملوا كده بمستواهم كده. يعني ما جاش فكرنا. وازاي يعني يمكن توقعات بس توقعي طلع مش للدرجات دي. ان الاول والثاني بيبقى زي تجربه وبيبقى في روتيشن وما بتنزلش الناس اللي هي بتحسم المباراه في الاخر بتنزلهم في الاول. انما اللي حصل يعني اللي توقعته ان هو فعلا نزل ايهاب امين مع عمرو الجندي مع لولا عمر طارق طلع ما اعرفش يعني سبب اصابه او ايه لما طلب الخروج في الاخر. كان هم دول اساسيين مع عيسى يعني معناها ان دول اللي هيصنعوا الفرق. نعم. وانت فعلا تفوقت عليهم في الثالث والرابع يعني ايه طلعت عليهم 10 بون. وصلنا 10 بون ما عملتهاش في الاول والثاني. يعني توقعات صح بس جت بقى خانتك في الاخر. يعني هم ما لحقش الوقت نسبة الشوتينج كانت غير عاديه في الكوارتر الرابع. بس خليني اقول لك كابتن هم كان عندهم رغبه في الفوز اكتر منك. هم كانوا متمسكين بالجيم طبعا. كانوا مهما بيحصل تاخر ليهم ما كانوش بيرموا الفوطه. لا هي كانوا بيسعوا ان هم يعوضوا. هو كمان لما يوصلهم خبر ان الفرقه بتاعت سنتر افريكا اللي هي بنجي كسبت الاهلي بنغازي وبقت الامور قريبه يعني قريبه جدا. فطبعا ده هو لغايه دلوقتي ليه امل. لا بس لا لو كسب ثلاث ماتشات ممكن اضيف حاجه كابتن. ممكن يطلع احسن توالد. يطلع من احسن توالد. ممكن اضيف حاجه بس. اتفضل يا كابتن. زميلنا والاعلامي الكبير الاردني
الاستاذ عبد الله اللي بيمدنا بالاخبار، بيقول ان الاهلي المصري والاهلي بتاع بنغازي ضمنوا الصعود، والسنه دي الثالث هيصعد كمان. ما عشان احنا مجموعه قويه بس ضمنوا الصعود يعني يعني ما لا تقريبا بس يعني. هتقابل مين بس بقى؟ بس يا كابتن ضمنوا الصعود ازاي؟ طب كأول وتاني خلينا نحلل دلوقتي. النهارده احنا النهارده بنتكلم، طب يعني هناخد الكلام ده في احتمالات، في احتمالات. انت النهارده النهارده اهلي بنغازي خسران ماتشين وبنجي خسران ماتشين. ما هو بنجي كسب، خسر من الاهلي الليبي اول ماتش في صح، ما هو الاهلي الليبي خسر منا في الروت الاولاني والاهلي الليبي وبنجي في الروت الاولاني الاهلي الليبي كسب فالاهلي الليبي طالع بهزيمه واحده، خسر الثانيه النهارده بنجي خسر منا ومن الاهلي الليبي بس، يبقى خسران ماتشين. فرق سكور بقى يا كابتن، ما لسه جاي لحضرتك اهو. الاهلي خسران ماتش واحد، طيب هنفترض ان الاهلي كسب الماتشين الجايين اللي هم الاهلي الليبي وبنجي، خلاص صعد الاهلي، ما صعد الاهلي الليبي وبنجي الاثنين 3-3، خدت بالك ازاي؟ ليه واللي عليه؟ ما هنشوف بقى، هل بتحسب ازاي؟ هل ليه واللي عليه ولا ايه بقى؟ تتحسب ازاي؟ ما احنا عايزين نعرف. طب ما لو الاثنين ما كنتش بقى في 3 هيصعدوا، يبقى الاهلي راح صعد. لا ده لسه جاي لك اهو كمان. افرض سيتي اويرز ده راح كسب اهلي بنغازي، خرج بره اهلي بنغازي، يعني لسه في احتمالات يا كابتن. خسارتك النهارده وخساره، طيب خلينا نروح. طب استاذنك يا كابتن، خلينا نروح لارض الملعب ومراسلتنا العزيزه هنا بالقاسم ولقاء مع باتريك احد نجوم اللقاء وافضل مسجل النهارده في النادي الاهلي. اتفضلي يا هنا. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني طبعا يمكن رجال الأهلي لكرة السلة تعرضوا لهزيمة النهاردة، لكن لسه طبعا يعني إن شاء الله محتاجين لمباراة واحدة فقط حتى الصعود للتصفيات اللي هتكون مقامة في رواندا. ومعي بقى في هذه اللحظات لاعب النادي الأهلي باتريك جاردنر عشان بقى حدثه عن أموره متعلقة بالمباراة وكمان التصفيات. First of all, welcome to Al-Ahli. Maybe you've lost today, but at the end you're going well and you're doing great in the qualifications. So I want you to talk more about the qualifications and the past matches and today's match. So about qualifications, I think it's been an incredible journey for me and the Egyptian team. And I'm also blessed to be here. And I'm pretty honored to play for Al-Ahli. So I'm just trying to do everything I can to try to win as many games for Egypt and Al-Ahli too. يعني طبعا انا كنت بقول له يكلمني على الاجواء في البطوله، يمكن تعرضنا لهزيمه النهارده لكن هم لسه طبعا فرصتهم في الصعود كبيره جدا، يحتاجوا لماتش واحد فقط. هو قال لي ان هو سعيد ودي شرف كبير ان هو يلعب للنادي الاهلي وان هو كمان بيعمل اقصى حاجه يقدر يعملها عشان يفوز في النادي الاهلي ويعمل افضل حاجه ممكنه لمصر. اوكي يو لوست توداي سو اي وونت تو نو وات يو جوينج تو دو تو ذا نيكست ماتش اند وات يو جوينج تو امبروف. سو اي ثينك coming into next game, I think we have to have a better approach just individually and collectively as a team, just emotionally. I think as long as we just play together, I think we'll be fine. You know, sometimes you lose games like close games like this, but it's good to lose them now, unfortunately, and bounce back in the playoffs. No one wants to lose, but as long as we'll bounce back in practice and in the next game. يعني طبعا انا كنت بقول لهم هم تعرضوا لهزيمه النهارده فايه اللي هيحسنوه للمباراه القادمه. هو قال ان هم هيشتغلوا اكتر على الجانب المنتل او الجانب العقلي وكمان الجانب النفسي، يمكن هم محتاجين يركزوا اكتر على التيم ورك او اداء الفريق ككل. وبيقول ان هي اكيد بتحدث في كل المباريات وان هم ان شاء الله هيعودوا اقوى وهيحسموا في المباراه القادمه ان شاء الله. Thank you so much and hoping you won. You win next game and qualifying to Rwanda. Okay, nice to meet you. Thank you. يعني طبعا ده كان لقائي مع باتريك جاردنر لاعب النادي الاهلي، والان عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هلا ابو القاسم بشكرك شكرا جزيلا. على فكره باتريك مصري، باتريك لاعب بيلعب في منتخب مصر، للي مش متابع يعني او ما عرفش باتريك. باتريك هو طول عمره عايش في امريكا وبيلعب في الجي ليج في امريكا، وكان احد بيلعب في احد الجامعات وتم استدعائه للعبه مع منتخب مصر. وبالمناسبه هو من افضل اللاعبين الحقيقه في منتخب مصر في الفتره اللي فاتت وعمل اضافه قويه جدا، وهو النهارده بيلعب معانا في البال عشان هو يحمل جنسيه مصريه، يعني في الاول والاخر جنسيه افريقيه لانه مش معاك في قائمتك في اللي بتلعب بيها. احنا قلنا ليك اربع لعيبه، الاربع لعيبه اثنين امريكان واثنين افارقه، هو متصنف مع اللعيبه الافارقه زي برنس علي اللي معاه الجنسيه الغنيه. فاذا النهارده احنا بنتكلم على باتريك احد افضل اللعيبه واختيار موفق الحقيقه لمستر اجوستي بوش انه يضمه للبال، منتظرين منه الكتير. والنهارده كان ليه تاثير ب 19 نقطه النهارده
سجل في المباراة النهارده. طيب نرجع لهنا ابو القاسم تاني ولقاء مع محمد عبد المطلب مدير مكتب البال هنا في القاهرة. اتفضلي هنا. من جديد برحب بيكم وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ومعي في هذه اللحظات المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس NBA افريكا. بداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة نادي الأهلي. الحقيقة عايزين نتكلم على تنظيم هذه البطولة. الحقيقة مجهود كبير جدا مبذول، ظهر بمظهر جيد جدا بيليق باسم الرياضة المصرية. فتحضرتك تكلمنا بقى على التنظيم. بصي الحمد لله يعني كل الانطباعات وردود الافعال من الناس كلها، اذا كان على مستوى محلي في مصر او الناس من افريقيا او الناس اللي جايين حتى من اوروبا او من امريكا، الانطباع كويس جدا، المنظر كويس جدا، كل اللي بيجي الملعب ويتفرج على المباريات بيمشي مبسوط وبيرجع تاني، فحاجه كويسه. يمكن بس الملاحظه الوحيده ان الاعداد الجمهور ما كانتش بالساعه اللي احنا واخدينها، لان احنا مش واخدين الساعه القصوى بس للتوضيح يعني، فالقريبين بس مش هي النسبه اللي احنا عايزينها او اللي كانوا طمعانين فيها. فالموضوع ده مهم جدا. النهارده نتيجه المباراه محتاجه بقى وجود الجمهور وتشجيع يعني من اول المباراتين الجايين. الاهلي محتاج المكسب، لان النتيجه اي نتيجه سلبيه هتبقى فيها تعمل مشاكل للفريق. لكن النهارده بعد خساره انا الحقيقه اتفائلت قلت السنه اللي فاتت الاهلي خسر ماتش برده هنا وراح كسب البطوله، فان شاء الله عادي يعني ما فيش مشكله. الفريق قادر ان هو يعني يلم نفسه ويقعدوا مع بعض ويتكلموا، كوتش وجوست اكيد هيبقى لهم لحظات. واظن ان الاداء مش يعني النهارده كان معقول، بس هو مش احسن حاجه، في شويه غلطات واخطاء وقله تركيز يمكن ساهمت، وفي توفيق كمان من فرقه سيتي اويلرز، فاظن هي دي كانت الاسباب لتغيير يعني ان احنا شفنا النتيجه ديت. الحقيقه احنا عندنا ثقه كامله في رجال النادي الاهلي، ان شاء الله يقدروا يصعدوا لرواندا ويفوزوا كمان بالبطوله في رواندا. عايزين نتكلم على نقطه مهمه قوي، وهو انه الجماهير المصريه اصبحت بتهتم بالالعاب الاخرى مش بس بكره القدم، يمكن زي من سنين قريبه. فانا عارفه ان كمان ليكوا نشاطات كتير اكيد مختلفه زي كره السله واكثر. بصي الحقيقه يعني مصر دلوقتي يعني الاهلي لسه مخلص بطوله افريقيا الكره طايره، بطوله افريقيا كره السله شغاله، كمان يومين بطوله افريقيا كره الطايره سيدات هتشتغل، في بطوله افريقيا كره اليد او كاس الكوس حاجه كده، ففي بطولات كتيره مشارك منها الفرق المصريه، والاقبال والمتابعه من الجمهور ابتدت تزيد وبصوره واضحه، اذا كان سوشيال ميديا واضح، اذا كان التواجد الجماهيري اذا كان هنا في حسن مصطفى او في صاله النادي الاهلي، فطبعا دلاله كويسه ان اللعبه الاولى هي كره القدم طبعا الجماهيريه الاعظم ما فيهاش كلام، لكن بقيه الالعاب ابتدت تاخد متابعه ومشاهده، وخصوصا ان الالعاب مختلفه يعني الباسكت النهارده المباراه دي خلصت في اخر ثانيه، وهي دي حلاوه الباسكت بول. فطبعا يعني دلالات مؤشرات كويسه ان شعبيه الالعاب الثانيه بتزيد وهتاخد حقها كمان جماهيريا وعالميا الفتره الجايه. يعني انا بشكر حضرتك جدا، وبشكر حضرتك كمان على التنظيم الرائع الحقيقه، حاجه مشرفه جدا وبتليق باسم الرياضه المصريه، فشكرا جدا. متشكر جدا، وبواجه تحيه لقناه النادي الاهلي انها بتنقل المباريات، لان الناس كانت فعلا عايزه تتفرج، بس برضو بطلب من جمهور النادي الاهلي التواجد في المباريات القادمه تشجيع، نخلي الصاله شكلها حلو، وان شاء الله يعني النتائج الجايه تكون ايجابيه للنادي. بشكر حضرتك جدا. شكرا. يعني طبعا ده كان لقائي مع المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس NBA افريكا. والحقيقه كابتن هيثم ان هو ذكر نقطه مهمه جدا، وهي تواجد الجماهير واهميه تواجد الجماهير، فاكيد بنناشد جميع الجماهير ان هي تيجي وتدعم رجال كره السله. والحقيقه الاجواء هنا مميزه جدا، ورجال كره السله اكيد محتاجين الدعم، فياريت كل المشاهدين وكل الجماهير الاهلاويه تيجي وتدعم رجال كره السله. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. أنا أبو القاسم بشكرك شكرا جزيلا، وده طبعا المهندس محمد أبو مطلب نائب رئيس اتحاد السلة السابق وعضو اللجنة الأولمبية، ودلوقتي ماسك طبعا نائب رئيس الـ NBA أفريكا، وكمان مدير مكتب البال في القاهرة. وزي ما حضراتكم شفتوا أكيد طبعا تنظيم حاجة جميلة جدا، ومشاركة النادي الأهلي في أي بطولة بتزيد من قيمتها. في النهاية الحقيقة يعني لا يسعني غير نشكر كابتن محمد السلعاوي نجم نجوم النادي الأهلي، نورتني النهارده يا كابتن وشرفتني. الله يخليك كابتن، وإن شاء الله نعوض إن شاء الله تكون يعني زي ما قلنا خسارة غير مؤثرة فهي مكسب. نعم. وعايز أشكر بس الإعلام الكبير الأستاذ عبد الحميد حسن اللي هو بيمدنا على طول وده يدل على إن قناة الأهلي منتشرة في جميع أنحاء العالم. وإحنا بنشكر طبعًا كل متابعينا، ودي حاجة تسعدنا طبعًا القنوات الكبيرة والإعلامية الكبيرة إنها تتابعنا.
بشكر حضرتك كابتن سلعاوي. كابتن طاهر يعني بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني النهارده، وان شاء الله نقدر نعوض المباريات القادمه. انا كمان بشكرك جدا على التغطيه الرائعه دي، وبشكر قناه النادي الاهلي ان هي متابعه ومخصصه وقت كبير لالعاب الصالات، ودي حاجه جميله وحاجه مهمه، وبقت ليها جمهورها الخاص قناه الاهلي ومتابعينها اللي بيستنوها في كل وقت، وبيعرفوا كل اخبار العاب الصالات خاصه في النادي الاهلي او في منتخبات قوميه. او انا يعني بشوف ليك لقاءات كثيره مع الرياضيين عموما في جميع الالعاب سواء فرديه او جماعيه، فده مجهود يعني تشكر عليه، وتشكر عليه القناه شكر كبير. اشكرك يا كابتن طاهر، وده دورنا الحقيقه، وده الوعد اللي قطعناه على انفسنا منذ يعني انطلاق برنامج الابطال او استوديو الابطال، ان احنا نحاول كقناه النادي الاهلي ككل ان شاء الله نكون جنب ابطالنا قد استطاعتنا، وبنحاول جاهدين ان احنا نكون موجودين في كل مكان. اعزائي المشاهدين بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، وانتظرونا بعد بكره باذن الله في مباراه جيم 5. خلاص هنتكلم في مباراتين 5 و6 ان شاء الله لفريق كره السله، ونتمنى ان شاء الله الفوز في المباراتين القادمين ونتاهل اول المجموعه عشان نتجنب ملاقات احد الفرق القويه في دور الثمانيه في رواندا باذن الله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى جوله جديده من جولات استوديو الابطال.